دائما التطرف والإرهاب البيئة الخصبة له الجهل والفقر. الفقر لا يكون إلا من الجهل، لأنه لو كان أهل معرفة لأصبحوا أغنياء. فالإرهابيون يقتنصون ضحاياهم في هذه البيئة، بيئة الجهل. لهذا مهم جدا على كل حكومة، أن على كل مؤسسة أن تسهم في رفع مستوى التعليم، رفع مستوى الخبرات، لأن كلما زادت هذه الخبرات كلما قل التطرف، قل الإرهاب. هذا الفقير إذا لم يدارك ويفتح له أبواب العلم والمعرفة والعمل، فإنه سيكون قنبلة موقوتة، وسيقوم بأفعال شنيعة، خاصة إذا احتضنته هذه الجماعات المتطرفة. فلهذا يجب أن نرفع مستوى العلم، يجب أن نرفع مستوى المعرفة، يجب أن تضخ أموال كثيرة من أجل رفع المستوى العلمي واستقرار الناس وفتح المدارس والجامعات وفتح أبواب الأعمال، لكي نبعدهم ونحفظهم من براثن الجماعات المتطرفة. فنحن جزء من الهلال الأحمر، ونحاول أن نقدم ما نستطيع تقديمه، وأدعو جميع المؤسسات والحكومات أن تتعاون من أجل اللاجئين، لأن إذا تركناهم كما ذكرت سيقتنصهم الإرهاب.